النهارده الرساله كانت واضحه ان احنا عاوزين نبني افريقيا وعاوزين نجمع التكتل الجديد دوت في صوره تعاونيه مع 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 بينهم وبين بعض. والحقيقه الكلام ده سمعناه كتير، لكن الاصل النهارده بقى هي في النقاط على الحروف اللي اتحطت النهارده. لابد اولا من توافر الاراده السياسيه. الرؤساء دول عايزين يبنوا افريقيا صحيح، يبقى لابد من القرار السياسي يضع فيه برامج عمل تنفيذيه تقوم بها الدول دي وتنفذها. النهارده سعدت كثيرا ان يكون رئيس البنك الدولي ورئيس لمؤسسات التمويل العالميه كلها موجودين. النهارده هتعملوا انتوا ايه؟ اذا لازم تكون هناك مبادرات جديده لتمويل المشروعات البنيه الاساسيه اللي تعتبر النهارده هي التارجت رقم واحد. مشكله افريقيا ثرواتها عظيمه جدا وامكانياتها كبيره جدا وشعوبها كبيره جدا والسوق كبير جدا كويس قوي، لكن احنا عاوزين نحل المشكله بقى. ليه ما فعلناش تعظيم القيمه المضافه على مدى ال 20 30 سنه اللي فاتت؟ ليه؟ لان المشاكل البنيه الاساسيه، مشاكل قرارات وتشريعات الدول، مشاكل انسيابيه حركه الفلوس والاموال وضماناتها، مشاكل البنيه الاساسيه اللي مش موجوده النهارده واللوجيستيك اللي مش قادرين نحرك فيه بضاعه تنتقل من دوله الى دوله تقعد 40 يوم و45 يوم. رجال الاعمال برضه والقيود اللي في الحركه بتاعتهم، كل واحد عشان يروح اي بلد عايز تاشيره وعايز خروج وعوده. قال الاوان النهارده نقعد ونقول لرجال الاعمال افريقيا كلها بقى مفتوحه لكم كسوق، افريقيا كلها مفتوحه لكم في انتقالاتكم وانتقالات رؤوس اموالكم. قوانين وتشريعات الدول دي لابد ان تحمي هؤلاء المستثمرين، لابد ان احنا نشوف نكتشف افريقيا بكل ما يعني حباها الله سبحانه وتعالى من نعم، سواء كانت في جوف الارض او موقعها او ثرواتها البشريه من الناس او الاراضي الكبيره التي تصلح للزراعه او المناطق السياحيه. في عندكم ثروات هائله قال الاول النهارده انها تعظم فيها القيمه المضافه. الغرب كله قال القدرات دي وجي بيتكالب عليها. قال الاول النهارده ان افريقيا تعظم قدراتها التنافسيه وتلتحم مع بعضها البعض وتزيد فيها القيمة المضافة الحقيقية لكل ما عندها من ثروات، الثروات الكبيرة غاز وبترول وذهب ويورانيوم وغيرها من الثروات. أن الأوان النهاردة أنها تستغل هذه الثروات، وهذه الثروات في استغلالها ليها يجب أنها تعظم فيها القيمة المضافة، ما تبقاش خام، وتقول للعالم كله ان احنا جادين في الاستثمار وعندنا قوانيننا وتشريعاتنا وسياساتنا وممارساتنا اللي بتؤكد الإرادة السياسية. أنا سعدت جدا بالكلام اللي اتقال، وأرجو بقى إنه ياخد حيز تنفيذ، ومش هياخد حيز تنفيذ إلا إذا كان في مبادرات جادة تمول فورا من 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 مؤسسات التمويل العالمية اللي موجودة. والنهارده لما بيضربوا المثل على الطريق الجديد اللي بيتكلموا عنه من مصر إلى كيب تاون، ده فكرة هايلة بس يتعمل بقى. ما احنا اتكلمنا كتير بقى، خلاص عاوزين ده يخش حيز تنفيذ ونشعر انه هذا الطريق الحيوي اللي بيشق افريقيا من شمالها الى جنوبها بيقدم للمواطن الافريقي في اي بلد خدمه، سواء كان خدمه ليه او لاسرته او لبلده او للتجاره الدوليه بين يعني داخل افريقيا او من افريقيا الى خارج الدول كلها. انا سعيد جدا ان اشوف مبادرات بتتنفس، لكن الكلام كتير قوي والارقام كلها ما زالت متواضعه. جميع الارقام اللي بتقال النهارده عن حجم التجاره البينيه او حجم التجاره بين افريقيا وبين الخارج او حجم خضرنا افريقيا كلها متواضعه بالمقارنه الى الامكانيات الحقيقيه الافريقيه اللي موجوده. سياده الرئيس، كيف ترى حجم التنميه بعد يعني ان شاء الله نجاح هذه القمه؟ يمكن البوادر اشارت النجاح هذه القمه ودور المستثمرين يا فندم بشكل عام في قاره افريقيا. المستثمرين شوف الحقيقه يعني خلال ال 30 سنه اللي فاتت دي حصل ان المصريين من رجال الاستثمار في مصر اكتسبوا خبرات كبيره جدا في مجالات كثيره جدا. هذه الخبره اللي اكتسبوها ممكن قوي انها تصدر الى الاسواق دي. تصديرها الاسواق دي في صوره مشروعات استثماريه جديده، في صوره هجره لرؤوس اموال تتوطن في اماكن معينه فيها خامات او فيها ما يؤهلها لعمل بيزا تنافسيه كبيره انها تتواجد. انا اعتقد انه الفتره اللي جايه دي لو اتيحت الفرصه بدراسات كويسه وبقى في مؤتمرات تسويقيه لتسويق فرص الاستثمار اللي منها تقدر ساعتها تعمل قيمه مضافه وتعمل تشغل الايادي العامله وتوقف الهجره الغير شرعيه الى افريقيا للناس الشباب اللي بيموتوا في البحر دول. عندهم افريقيا غنيه جدا وتقدر تستوعبهم كلهم، لكن للاسف ان احنا اتاخرنا كثير
والكلام ده سمعناه كتير، لكن انا يهمني جدا هو الخطوات التنفيذيه العمليه اللي 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 تعظم فيها الاستفاده من ثروات افريقيا لكل مواطن افريقي، او الدعوه ايضا لاوروبا اللي وصلوا له من التكنولوجيا ومما يعني وصلوا له من امكانيات كبيره استثماريه سواء كانت ماديه او تكنولوجيه، تقدر قوي انها تيجي تستثمر في افريقيا ومنها تقدر تصدر كل مخيرات افريقيا للعالم.